بتحدثنا احنا طالبين ايد بنتكم فلان الفلانية، ما راح نشرب الفنجان لتتم الموافقة. العمدة هي عبارة عن كتلة بازلتية محفورة من الوسط من خلال قبضة اليد. بيكون قادم مع أهل العريس رجل عنده قدرة لرفعها. العمدة وزنها لا يقل ما بين 30 لل 35 كيلو جرام، قطعة بازلتية منحوتة خصوصا للحالة. أيضا أهل العروس بيكون عندهم نفس الحالة، بيكون عندهم رجل رافع العمدة. هذا الرجل يعني يتميز بقوة، لأنه بده يرفع بيد واحدة إن كان باليد اليسار أو اليد اليمين، ما بيجوز يرفع باليدتين. هي العمدة هي أساسا تعتبر عرف يحكى ويقال بالبحوث التاريخية بأنه إذا ما تمت رفعة العمدة من قبل أهل العريس أو أهل العروس يعتبر الزواج باطل. بتدخل العروس، بيعملوا رقصة العروس، بعديها مباشرة بيكونوا محضرين المناسف، بسموها جرة المنسف. طبعا كل حالة فيها لها هزيج، يعني جرة العروس لها هزيج، لمهاهف لها هزيجة. ردة الأجر هو بالحقيقة اليوم في ظاهرة كثير حضارية بالنسبة للعرس الشعبي. بنلاحظ أنه في بعض العائلات بيجمعوا مبالغ نقدية بحطوها بظرف. يعني إحدى الأعراس القريبة حضرناها بمر معه ظرف فاضي، شو واحد إمكانية بده يتبرع، بدل الشابوش صار بظرف. طبعا لما بيتم جمع المبلغ عند العريس والعروس بيقرروا بالعرف الاجتماعي ردة الأجر. بما معنى نحن لما جينا طلبنا العروس كجينا بأجرينا، هذا المقصود بردة الأجر. فأنت لما نحن لما جينا بأجرينا فنحن بنرد الأجر اللي جيتوا فيها بالأفضل.